الرحمن. السلام عليكم الله، مرحبا بكم في الدارفور. هذا يوم سعيد، نتلاقوا معكم، نتلاقى مع ولادنا. أول سيد ولد العفن الوطني اخترنا الفرصة العاشرة باش نتلاقوا مع ولادنا. ولاد رجال الأمن، ويتعامل من الله محمد المصطفى إن شاء الله الرحمن الرحيم. واللي نقول لكم اللي خصكم تعرفوا، صحيح الاباء ما كيتعوضوا شيء، ولكن خصك عندكم واحد الثقه كامله بانكم راه كتبقاو منا وديالنا ومحسوبين علينا. هذا توجه ديال الاداره العامه للامن الوطني بصفه عامه، هذا اللي كنحس به انا اللي باغي نرسخوا في الامن الاقليمي. إذا الله يخليكم السيدات الحاضرين معنا، ندي ما تنسيكيش واخا تنظر دقيقة، إذا كانت أي مشكل، إذا كانت أي مساعدة، الحمد لله حنا في الإدارة كما كتعرفوا عندنا تسهيلات، عندنا علاقات. إذا الله يخليكم وهذا تقليد عليكم، ونديو بوليداتكم إذا وقعتكم شي حاجة ولا خاصكم شي مساعدة ولا شي كونساي. إلى ما جيتو شاز تبقوا في الباب ديالي ولا في المساعدين ولا في الشرطة القضائية، السلامة العامة، الكوميسار سونترال، كاع الإخوان ديالي. الرجال ديالهم الله يرحمهم خدموا هاد الإدارة، خدموا الوطن، سال الأجل، ولكن خصنا واحد لابورتينيتي وخصنا وليداتهم وعيالاتهم يبقاو خوتنا ووليداتنا. قبل ما نحكي البسيط، الإدارة العامة تبرعات على وليدات بشي هذا الهدايا. اذا كنتمنى لهم التوفيق، كنتمنى لهم النجاح، باش يكونوا ان شاء الله خير الخلق في خير السلام. الولاد تيجيو حدا يصوروا معايا، تجي نسير معاهم. لا مالك مقلقه انت، ايوا جيتي تاخذي كاد خصك تضحكي. شنو سميتك؟ شنو سميتك؟ ها؟ ذكرى. ياش؟ حروف. كدي فا؟ اسم القسم؟ اسم القسم؟ قسم. شنو مدرسه كتقراي؟ تازي. وانت شنو سميتك؟ ها؟ اختك هادي؟ شنو سميتك؟ سميت ابراهيم. كنيه؟ كتقرا؟ إحسان. إحسان، علاش جيتي اليوم؟ شنو جيتي دير دابا؟ جيتي تقرا؟ جيتي تقرا دابا؟ وشنو علاش جيت؟ ها؟ إوا تكلم. لا علاش جيتي؟ شنو هذاك؟ شنو علاش جيتي؟ ها؟ اللعاب باش ياخذ اللعاب. شنو علاش جا؟ باش ياخذ اللعاب. اللعاب؟ شنو باغي دير مع التكبر؟ شنو غاتخدم؟ من غتكبر شنو غتخدم؟ فاش غتخدم؟ دير بوليسي؟ لا. شنو غدير؟ جوندار؟ ها؟ مهندس. مهندس؟ لا تولي عامر خبرة. عامر بالخبرة؟ لا بابا مهندس. سلام، شنو سميتك؟ ياسين. ياسين قاسم. كتكلم فرونسي؟ ندي معاك فرونسي ولا عربيه؟ بصح مزيان، انت بيلانك كديهم بجوج. كومون تي تابيل؟ ياسين. تي بريزونت دونك ياسين، لو نون دو فامي؟ كاسمي. كاسمي. ليكول؟ احسان دو.
حسن او كيل كلاس 4e 4e tu travailles bien par exemple en français tu as eu combien la note de français 8,8 sur combien 8. sur 10 non ah 8 sur 20 sur 10 oui. alors ça va ça travaille bien comment s'appelle ton professeur de français Hachman. Oui. Mais pourquoi tu es venu aujourd'hui ici Je suis venu pour voir cette fête. Pour assister à cette fête. Oui. Merci bien. شوفي هنا شوفي شنو سميتك شنو سميتك ديكرا لومبلوب ديالها هادي ديكرا ولا عايشة صافي صافي انا عايشة غير عايشة ان شاء الله كيسكون شكرا 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 تقولي شكرا Thank you.
اجي صاحبي اجي 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 سلم سلم لاباس سلم انت ماما انتي اجي شوف فين كتقرا فين كيقرا فين كيقرا فين ديرها في مدرسه اش مدرسه لي زونفو اوتي شحال كاين واحد تقريبا اجي اجي شوف صاحبي شوف كان ما يعرف سميتو ما كيعرف والو كتكتب تكتب شكون هادي شكون هادي ماماك اه ما كيسمعش ما كيسمع هي ماما دابا شنو المدرسة كتخلصو شنو كديرو؟ مزيان شوية كاين شي تقدم عندو كل أونفون أوكسيليير ديالو ديك السوسيال وصافا كاين شي تحسن؟ صافا شوية يعني على مكان دابا شوية حبو كيهضر والحمد لله كيتحسن شكرا وبابا شكون بابا قلت بابا عطوف كان كان بوليسي مسكين وشنو اكسيدون قديم هادشي ولا جديد؟ لا دابا شي فاتمه شحال صافي فين البلاصه ديالها؟ سيدي عابد سمعت في هاد لاكسيدون مسكين دونك هو دابا مقيداه تما في هاد المدرسه لاسوسياسيون معاونه يعني بالنسبه لهاد الطفل لان كيكونوا هاد ايتام دابا لا جورني كيدوزها في المدرسه وفي الليل يجي للدار عنده المربيه ديالها جالسه مع الدار واخا شكرا احمد شوف 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 عطيني واحد عطيني واحد شوف احمد عطيني واحد عطيني واحد